على بركة الله. إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينة سطات بالضبط، يعني كتواجدوا الآن بالسوق الشعبي شطيبة، سمك السردين أو سمك الفقراء، سمك الدراوش، سمك البسطاء، الثمن ديالو يعني مازال مستقر ومازال طالع في الثمن ومازال مستقر في الثمن ديال 20 درهم الكيلو كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. يعني الثمن ديال سمك الفقراء سمك السردين مازال مستقر يعني في الثمن ديال 20 درهم ومازال طالع يعني في الثمن، وبالنسبة يعني قليل حتى في السوق، يعني اليوم الحديث فهو قليل هنا في السوق هنا مدينة سطات. كيف كتشوفوا معنا يعني سمك السردين فهو قليل وقليل بزاف هنا في مدينة سطات. كيف كتشوفوا معنا هذا البث المباشر من مدينة سطات. كما كتشوفوا معنا مشاهدين الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينة سطات بالضبط، يعني بالسوق الشعبي شطيبة، والثمن يعني ديال السمك الفقراء سمك السردين فهو الثمن ديالو وصل ل 20 درهم للكيلو ومازال يعني مستقر في الثمن ديال 20 درهم للكيلو، وطالع يعني الثمن الثمن ديالو اللي طالع وصل ل 20 درهم للكيلو. كيف كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، كما كتشوفوا معنا هذا البث المباشر من مدينة سطات بالضبط، يعني من السوق الشعبي شطيب. تقدروا تشاركونا عبر التعليقات مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شاف قناة شوف تي في، شحال وصل تمام سمك الفقراء سمك السردين، شحال وصل في المدن أو في الأسواق الأسبوعية أو الشعبية مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. يعني الثمن مازال طالع والثمن يعني مازال طالع ومستقر يعني في 20 درهم، يعني تقريبا أكثر من أسبوع هو في الثمن ديال 20 درهم الكيلو. نتمنى ان هذه الاثمنه هذه انها تنقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش، ان يعني الثمن هذا انه يهبط مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في. كما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من عاصمة الشاوية مدينة سطات، فيعني حتى سمك السردين اليوم فهو حتى هو قليل يعني ما كاينش بزاف، والثمن ديالو مازال يعني طالع ومازال مستقر يعني في الثمن ديال 20 درهم الكيلو مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. كما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة سطات. تقدروا تشاركونا على التعليقات مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، شحال وصل تمام سمك السردين سمك الدراوس سمك الفقراء، شحال وصل الثمن ديالو في المدن ديالكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في؟ فهنا في مدينة سطات الثمن وصل ل 20 درهم الكيلو،
مازال مستقر ومازال طالع في الثمن ديالو اللي هو 20 درهم للكيلو كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناه شوف تي في. نتمنى ان الاثمنه هذه ما تنقص على المواطن البسيط المواطن الدرويش الثمن اللي باقي طالع مشاهدين كرام مشاهدي قناه شوف تي في. إذن مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تي في نشكركم على حسن متابعتكم وإلى بث مباشر آخر إن شاء الله. وديع السهم. وديع.